مصري هي بالنسبة لنا هي عصب الأمة العربية، وهي العكاز اللي بتنسند عليها الدول العربية جميعا. ومصر ما قصرتش خالص في الدعم. مين اللي واقف مع الفلسطينيين دلوقتي؟ ومين اللي بيدي الشعب الفلسطيني معونات؟ والعربيات اللي بتطلع مين اللي بيعمل؟ بجد والله الرئيس كتر خيره ويشكر، اقسم بالله، وكتر خير القياده السياسيه، وكتر خير الناس المسؤولين اللي شغالين بيبذلوا مجهود على اساس يوصلوا لاتفاق عشان حقن الدماء اللي شغاله. الحرب حرب، لكن احنا في حاجه اسمها مساعدات انسانيه. في اطفال ماتوا، في شباب ماتت، في ناس كتير ماتت، دي ناس ملهاش علاقه باللي بيحصل. احنا بنشجع سياده الرئيس وبنشجع دعم الدوله للقضيه الفلسطينيه، سواء من خلال الجمعيات الخيريه او من خلال دعم الدوله نفسها او من خلال المجهودات اللي بيبذلها الجيش المصري على الحدود المصريه بتاعتنا. وانا حابب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الكافي لاخواتنا في غزه، ولازم طبعا نقف جنبهم كشعب مصري. انا شايف ان راي الدوله المصريه دلوقتي راي ايجابي جدا في اللي هي ترفض التهجير الفلسطينيين لدخول سيناء، وشايف المساعدات المصريه الحمد لله مساعدات كويسه جدا. كل القطاعات الخاصه وكل المصالح الحكوميه بتحاول نساعد طبعا اهالينا في غزه. احنا من امتى يعني سيبنا القضيه الفلسطينيه؟ احنا طول عمرنا مع الشعب الفلسطيني، واي رئيس يجي مصر يبقى مع الشعب الفلسطيني. انا بأيد رفض التهجير تمام، يعني بحترم جدا كمان رأي السياسة، رأي قادتنا. مبسوط جدا بالدعم الغذائي، اتمنى ان يكون في دعم اكبر من كده. القيادة قايمة بدور كبير جدا في دعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وده واضح جدا من خلال قافلات المساعدات اللي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية. بنحب نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية، واحنا مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. النهاردة احنا بندعم الدولة، لان في ساعات الخطر لابد ان يكون في اصطفاف حول الدولة. في ساعات الخطر لازم ان احنا نكون كلنا على قلب رجل واحد لدعم مصر ولدعم القضية الفلسطينية. اللي بيحصل في رفح دلوقتي السياسة المصرية من وجهة نظري ما بتأثرش، بتحاول على قد ما تقدر ان هي تمنع التهجير، تخلي الفلسطينيين يحافظوا على ارضهم. دول اخواتنا شعب فلسطيني، يعني احنا ازاي هنكون عايشين وبناكل وبنشرب ونايمين وفي امان؟ وده في ظل السياسة بتاع الدولة بتاعتنا، سياسة رشيدة وحسم الامان، بس دول اخواتنا. احنا بنشكر الدولة المصرية على الموجود بتاعها، بس احنا عايزين مزيد ومزيد ومزيد، لان الشعب الفلسطيني محتاج دعم جماهيري ودعم دولة. كان مصر بتدعم باكتر من امكانياتها. كل في دول كتير بتقدم مساعدات وبتدعم كل حاجه، بس يمكن مصر بالنسبه لبقيه الدول التانية احنا بنقدم، يمكن بيقدموا جزء من عندهم، احنا بنقدم كل اللي عندنا اكتر من اللي عندنا، يعني بنقدم اكتر من استطاعتنا كمان، برغم المعوقات او الصعوبات اللي احنا بنقابلها كتير قوي حتى من الجانب الاسرائيلي اساسا في دخول المساعدات او منعها او التعرض ليهم. المساعدات ملزمة لجميع الشعوب، مصر مش مصر بس، فاهمني ازاي؟ انا تشكر بلدي ان هي فتح حدود بتقدم اكل وشرب، وعلى الملأ شفنا اللي بيتعرض له السواقين او بيتعرض له الجنود او الى اخره. الشعب المصري كله في حاله تكاتف وترابط لدعم القضيه الفلسطينيه، ومن ايام الزعيم طبعا جمال عبد الناصر واحنا بندعم القضيه الفلسطينيه، وباذن الله يتم تحرير فلسطين على خير.